ونحن نشير في هذا اللقاء إلى الدور الكبير الذي قامت به شخصية كبيرة موريتانية نعزها جميعاً، ألا وهو البروفيسور محمد الحسن والدبات الذي كان مبعوث الاتحاد الأفريقي، والذي من خلال جهده وحنكته وصبره وإرادته وحرصه على مصلحة السودان أن قام بهذا الجهد الكبير الذي توج بهذا الاتفاق الوثيقة الدستورية، فله منا جزيل الشكر والتقدير لما حققه، وكذلك الشكر لصنوه المبعوث الأثيوبي السفير محمود دريد الذي أيضا ساهم في بناء هذا الجسم الذي نشهده الآن والذي أدى إلى استقرار السودان في هذه المرحلة وإلى تجنب الدماء والفوضى. ونحن في هذا اللقاء نشيد كذلك بالقيادة العليا في موريتانيا، فخامة السيد رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني الذي كان دوما وما يزال يقف مع هذه العلاقة وحميمية العلاقة ويعطيها كل جهده وفكره، وكذلك رئاسة الحكومة رئاسة السيد إسماعيل بود الشيخ سيديا الذي أيضا يتابع عبر طاقم حكومته هذه العلاقة في مختلف ملفاتها.